السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح كون معكم بحلقة جديدة من كبساتنا الرمضانية، واليوم رح نحكي عن بعض الملاحظات السريرية حول الوجوه الخزفية أو الفينير. رح نقسم الحديث عن الوجوه الخزفية لحلقتين لحتى ما يكون في إطالة كتير برمضان وبهالسهرة هاي. اليوم رح نحكي بشكل أساسي عن دراسة الحالي للوجوه الخزفية، دراسة الحالة التجميلية، وإن شاء الله بحلقة تانية رح نتحدث عن المراحل السريرية للوجوه الخزفية. كلياتنا بتمر علينا على عيادي، ممكن يجي لعنا مريض أو مطلبه الأساسي بيكون هو مطلب تجميلي، ممكن يجي بنقاط مختلفة من المشاكل التجميلية. وهون مهمة الطبيب انه منين بدي ابدأ، شو المعالج الانسب، شو لازم انصح المريض. وكثير من الاحيان ممكن يكون مريضنا وحاطط كل ثقته فينا، فهو جاي لعندك وعم يطلب منك انه افضل معالجة لتصحيح الحالة التجميلية اللي موجودة عنده، وبيكون طبعا المريض حاطط بذهنه شكل محدد او مرحلة محددة هو بده يوصلها من خلال الابتسامة الموجودة عنده حاليا، وبده يقلبها لشكل ثاني، لشكل جديد مخيلته انه هو ممكن تكون الشكل الافضل او الشكل البيرفكت بالنسبه له. وهون مهمتك كطبيب انت انك تقوم بتشخيص الحاله بشكل صح، وتحدد المعالجات المناسبه لكل حاله بحد ذاتها. ودائما ما عندنا قالب جاهز، ما عندنا معالجه موحده لجميع الحالات. ودائما كمان المعالجة ما بتكون وفق رغبة المريض، لازم نوافق بين رغبات المريض وبين المعطيات الموجودة بين إيدينا بالحالات السريرية. بالبداية لازم نفهم أنه جمالية أي ابتسامة تتأثر بثلاث عوامل رئيسية. أول شيء الشيب أو شكل الأسنان، اثنين اللون، وثلاثة البوزيشن أو موضع أو ارتصاص الأسنان. فأنا لحتى أحقق الناحية التجميلية بدي أعيد شكل الأسنان لوضعها الصحيح، النسب السنية، ارتفاعها وعرضها، التناسب والانسجام والتناغم بين مجموعة الأسنان الأمامية، العلاقة بين الأسنان والنسج الرخوي المحيطة بها سواء كانت اللثوية أو الشفوية، وأيضا تناسب الابتسامة بشكل عام مع وجه المريض ككل. العامل الثاني هو لون الأسنان، أيضا بدي أدرس لون الأسنان وإمكانية أنه أقوم بتبييض لها ومدى انسجام أيضا هاللون مع بشرة المريض. العامل الثالث هو ارتصاف الأسنان ضمن القوس السنية، الكام في الاتجاه الدهليزي اللساني، أو حتى التراكب أو وجود مسافات بين الأسنان، أو حتى في الاتجاه العمودي. هالعوامل الثلاثة هاي هي اللي أنا بدي أشتغل عليها لأحصل على ابتسامة تكون مناسبة ومرضية لمريضنا وتحقق المبادئ التجميلية. ومن هون لازم أحط باعتباري عدة خيارات للمعالجة، وأنا وفق الحالة الموجودة عندي بختار الخيار الأفضل. في بعض الحالات اللي بيكون العمل فقط على لون الأسنان، فأنا ممكن اكتفي بعملية تبييض للأسنان وتكون كافية، فعند بيكون أنا ماني بحاجة لأني أغير في موضع أو بشكل الأسنان، والتلونات بتكون بسيطة إلى متوسطة. بهالحالة هاي التبييض بيكون كافي لأنه يؤدي النتيجة اللي نحن بدنا إياها. حالات ثانية ممكن يكون المشكلة هي بارتصاف الأسنان وتكون المعالجة التقويمية هي الأنسب، بدون أنا ما أقوم بأي معالجة أجريسيف للأسنان، بدون ما أهدر أي نسج سنية، بدون ما أقوم بأي تحضير، ممكن يكون المعالجة التقويمية هي الحل الأنسب. بعض الحالات ممكن اكتفي ببعض الحشوات البسيطة لإغلاق فراغات بسيطة أو لتطويل الحدود القاطعة. حالة ثانية ممكن أنه نلجأ للكراونات للتيجان. وأخيرا الوجوه الخزفية. الوجوه الخزفية بدنا نفهمها أنه هي ما هي الحل السحري لجميع الحالات. الوجوه الخزفية أنه ممكن تكون مقبولة بالحالات البسيطة للمتوسطة، كان من ناحية اللون أو حتى من ناحية الارتصاص.
بمحاضرتنا هاي ما رح اتحدث عن الاستطبابات ومضادات الاستطباب وانواع الوجوه، كليتها هاي موجوده بمحاضره سابقه اليه موجوده على النت، اللي بيحب يتوسع في يرجع لها. طبعا طب الاسنان التجميلي مثل ما حكينا بيعتمد على ترميم ثلاث عناصر، اول شيء استعاده اللون، اثنين إعادة موضع الأسنان وتوضعها بشكل صحيح، وأخيراً إعادة الكونتور المناسب لها الأسنان. ومن هون أنا بحدد خطة المعالجة اللي بدي أقوم فيها. ناحية مهمة بنأكد عليها بشكل كبير قبل ما أبدأ بأي معالجة وقبل ما أقوم بأي تحضير للأسنان، أنا لازم ناقش الحالي مع المريض وأفهم المريض شو بده. اليوم كثير من المرضى بيجوا لعنا وبجوالهم في صورة أسنان لأحد المشاهير، ويجي بيقول لي أنا بدي أسناني تكون مثل هالأسنان موجودة بالصورة لأحد المشاهير. وأنا هوني ممكن من خلال دراسة الحالي أنظر وشوف وضع أسنانه وقرر هل هالصورة اللي جايب لي إياها وهالابتسامة مناسبة له، هل يمكن أني أوصل لها إلا لا. وهون أهمية من البداية أنه ناقش هالموضوع مع المريض لحتى ما وصل لمشكلة أثناء المعالجة، وبعد ما أبدأ المعالجة اصطدم بالواقع أنه أنا ما في حقق له رغبته للمريض. وهون مهما أنت حققت جمالية برأيك، مهما وفرت مبادئ تجميلية وطبقتها على الأسنان، ما رح يكون في قبول من قبل المريض. وكلياتنا بنعرف موضوع الجمال هو موضوع نسبة، يعني في مقولة مشهورة الجمال بعين الناظر. ممكن أنت تنظر لمنظر تلاقيه أنه منظر جميل بالنسبة إليك، بينما لشخص ثاني يكون ما هو المنظر المفضل له. ونفس الشيء بالنسبة للابتسامة، فلما توقع بها الإشكال هذا مع مرضاك، من البداية أنا لازم أكون بحديث أعرف مريضي شو بده، شو الإمكانيات اللي أنا فيه أقدم له إياها. ويا محالات بتمر علينا ممكن يصير مشاكل من وراء هالأمور هاي، يعني حتى كثير من الأحيان تجي حالات الفينير ما ممكن أنه يحصل على المعالجة اللي هي المعالجة البيرفكت. إلا ممكن أنا بحاجة اللي بنسميها معالجات متعددة التخصصات لوصل للحالة المثالية. الفينير بيكون غير كافي، أنا بحاجة لمعالجة تقويمية، أحيانا معالجة للتبييض، وبالأخير لحتى وصل لأني أقوم بوضع الوجوه الخزفية. بينما أن يقوم بوجوه خزفي يحل له كل مشاكله المريض، كثير من الأحيان لا، أنه ما في يقوم بهالشيء هذا. فالمعالجة بالفينير ليست المعالجة السحرية، أو ليست إمكانيات طبيب الأسنان هي إمكانيات أنه يقوم بالمعجزات. فمن البداية أنت افهم مريضك شو بده وشو الحالة اللي بده يوصل لها، وشوف إمكانياتك، ومنها إما ممكن أنت تعرض على المريض شو ممكن نوصل، أو ممكن تعتذر عن الحالة كلياتها، أفضل ما أنه توقع مشاكل بالمستقبل. بعض الحالات مريض بيجي مثلا مثل الحالة هاي، بيكون في سن متلون بشدي، المريض ما مزعوج لا من شكل ولا من لون أسنانه، كلياتها عجبته، هو فقط الناحية اللي مزعجة له هو هالسن هاد. فممكن بهيك حالات أني أنا أقوم بتتويج هالسن ويكون كافي، وما في داعي دخل المريض بمتاهة معالجات أكثر تعقيد. بعض الحالات مثل هون نشوف في الحالة الأولى ممكن يكون في مجرد سن واحد بتوضع بلتل أو حنكة، فتطبيق وجه خزفي على السن هذا بيكون كافي للقيام بأفضل معالجة. حالة ثانية هون من فترة اشتغلتها، انه بنلاحظ انه فقط اسنان المريضة كلياتها اللون مناسب الشكل، المشكلة اللي عندها هو توضع فقط هالناب هاد بانفتال 90 درجة. فكان الحل هو انه معالجة لبية وتتويج هالناب هذا، وكان كافي بتاج من الزيركون، وما اضطرينا ندخل المريضة. طبعا المريضة كانت رافضة المعالجة التقويمية، وحتى بالنسبة الى وقتها ما بيسمح بمعالجة تقويمية، فكان عملنا فقط على سن واحد وعدنا للناحية التجميلية بدون ما نضطر لأنه نتداخل على أكثر من هيك أسنان. حالة ثانية هون نلاحظ أنه في مشكلة بنسب الطول للعرض للأسنان، ومشكلة بالحواف القاطعة، في نوع من الابتسامة، خط الابتسامة المعكوس.
فهون الحل كان معالجة شاملة بالوجوه الخزفية. فبداية لازم ندرس الحالة بشكل صحيح. أنا قررت هلق هون خلاص أخذنا القرار أنه نحن معالجتنا رح تكون من خلال الوجوه الخزفية. طيب انتهيت هون؟ لا، هون بدي شغلك. يعني أنا أول شيء بس درست أنه شو نوع المعالجة اللي أنا بدي أقوم فيها، هلق بدي أدرس الحالة لقيام بالوجوه الخزفية. طيب كيف دراسة الحالة بتكون؟ في البداية أي معالجة بالوجوه الخزفية لازم أنا أعمل أمثلة دراسة. اللي بتشوفه أنت بين إيديك أحياناً ما بتشوفه ضمن تم المريض. فأول شيء بنبدأ بأمثلة الدراسة الصور الفوتوغرافية. اليوم الصور صارت بالمعالجات التجميلية هي أساسية. بدي أقوم بأخذ بروتوكول الصور الكامل، سواء الصور الوجه الكامل أو الصور خارج فموية أو داخل فموية، الأمامية الجانبية الأطباق كلياتها بدي أخذها بالبداية قبل ما أقوم بأي معالجة. بعدها بقوم بعمل الوكس أب إما التقليدي أو ديجيتال. بعدين بدي أطبق الأمثلة على المطبق، وأخيرا ممكن أن أعمل دليل سيليكوني ليساعدني بالتحضير وأعمل موك أب تشخيصي لدراسة الحالة اللي أنا رح أوصل لها من خلال الوجوه الخزفية. شو الفائدة من أمثلة الدراسة؟ أمثلة الدراسة أول شيء فيه أنا أفحص ارتصاص الأسنان بشكل دقيق عليها، وهون بتفيدني بكميات التحضير اللي أنا بدي أقوم فيها. من خلال ارتصاص الأسنان أنا ممكن لاحظ أنه في بعض المناطق من السن أنا أقوم بتحضير أكبر من مناطق تانية، فهون بتحدد لي كمية التحضير المطلوبة وفقا لكل سن وضمن السن نفسه. أيضا بدرس عليها العضة، بدرس عليها الخط المتوسط، كلياتها هاي ممكن تساعدني بدراسته بشكل أفضل. بروز الأسنان العلوية عن السفلية، كلياتها هاي أنا ممكن أدرسها بشكل أسهل على الأمثلة منها بتم المريض. أيضا من العوامل الأساسية والمهمة هي الفحص السريري، فحص الأطباق. فحص الأطباق أساسي بالمعالجة بالوجوه الخزفية. أنا بدي أشوف نموذج الأطباق عند المريض، بدي أشوف أطباقه. هلا في حالات هي مضادة استطباب للوجوه الخزفية، ممكن المريض يكون الأطباق عنده حد لحد، أو ممكن يكون في عنا تداخلات أطباقية، سن بوضع شاذ في عليه تداخل مع الأسنان المقابلة له. كلياتها الحالات هاي هي مضادة استطباب للوجوه الخزفية، ممكن نضطر هون لتيجان كاملة. ايضا مناطق تركز الجهود، بفحص الاطباق ليس فقط بالنظر، ايضا بقوم بفحصه من خلال ورق العض. لاحظ اذا في مناطق فيها تركز كبير للجهود، هالمناطق هاي رح تؤدي اما لديبوندي، رح يؤدي لانه الترميمات رح تفك مره بعد مره، او ممكن تؤدي لكسر الترميمات. وايضا بدي ادرس النسج السنيه المتوفره، كميه النسج السنيه من خلال فحص السريري والشعاعي. في حال وجود سحل كان على سطح الفيشة الشفوي او حتى بالحد القاطع، وين انا موجود؟ هل لسه عندي كميه مينا متوفره كافيه، ام السحل شمل كميه كبيره من النسج المينائيه؟ وهون رح يؤدي لضعف بالمعالجه بالوجوه. الوجوه بتعتمد كلياتها ثباتها على الالصاق، والالصاق القوي لازم يكون على نسج مينائية. إذا ما عندي نسج مينائية كافية فالوجوه رح تكون ضعيفة ورح تتعرض لأنه يصير في إلها ديبونديك بشكل متكرر. أيضا من الأمور اللي أنا لازم أفحصها هو البوكال كاريدور أو الممر الدهليزي. طيب شو الفائدة من فحص هالمنطقة هاي؟ فحص هالمنطقة هاي بتحدد لي كام سن أنا لازم أشمل بالمعالجة. طبعا هون انا اذا بدي اقوم بعمليه تجميل للابتسامه وعمليه تجميليه بشكل كامل، بدي احدد عدد الاسنان المرئيه اثناء الابتسامه عند المريض. وهون بتختلف هاي من مريض لمريض، فممكن مريض يجي لعندك يقول لك بدي اعمل 6 اسنان او 8 او 10، فهل هي هالموضوع بيتبع رغبه المريض ام الحاله السريريه؟ لا، هون بيتبع الحاله السريريه. بعض المرضى او وفق دراسي احدى الدراسات القسم الاكبر من المرضى اثناء الابتسامه بيظهر عندهم 10 اسنان، 57% من المرضى بيظهر عندهم 10 اسنان.
15% أو 22% ممكن يظهر 10 أسنان أو 8، وحالات نادرة نادرة جدا ما بتتجاوز 1% اللي بتكون تقتصر عنده الابتسامة على 6 أسنان. فما معقول شغلة يكون على فقط الأسنان اللي هي بالوسط وغير بشكلها وغير لونها وتبقى الأسنان اللي خلفها بلون مغاير، وهون رح سيء للمريض أكثر ما رح أخدمه وقوق بتحسين الابتسامة. طيب هون بعدها هالثلاث صور هودي هني أهم صور بتشخيص الحالي ونقطة الانطلاق إنها بتصميم الابتسامي وبالمعالجة بالوجوه الخزفي. شو هالصور هاي؟ كان صور فوتوغرافية أو حتى الفحص في فم المريض. بنبدأ بأول صورة هون اللي على اليسار. وضع الشفاه في وضع الراحة وعلاقتها مع القواطع العلوية. هون أنا بدي أفحص كمية الأسنان التي تظهر تحت الشفة العلوية عندي بيكون المريض بوضع الراحة، وهاي أساسية اللي بتحدد لي مكان توضع الحدود القاطعة، وعلى أساسها أنا بقوم ببناء طول القواطع السنترات. أنا من خلالها بقوم بتحديد طول السنترات طول القواطع، ومنها بنطلق لبقية الأسنان. المسافة هاي عند الرجال تقريبا 2 ملي، عند النساء أكثر شوي ممكن 3 إلى 4 ملي. فهون بنشوف الحالة إنه كمية النسج من أو كمية اللي ظاهرة من الثنايا هي كتير صغيرة. فبهالحالة هاي نحن بحاجة لنقوم بتطويل للثنايا، وهذا أنا بدي أخذه بعين الاعتبار عند بدي أقوم بعملية التشميع أو الوكس أب. الصورة الثانية، هالصورة هاي شو فيها؟ الصورة هاي بتحدد لي مكان خط الابتسامة وعلاقته باللثة. مريض قلو ابتسم لنشوف شو بده يظهر عنده. هلا بحالي هون خط ابتسامي منخفض، اللي بيظهر عنا فقط الأسنان أو الأسنان والحليمات اللثوية. خط الابتسامي المتوسط ممكن يظهر عنا لحد 2 ملي من اللثة، بينما في حالة اللي بتكون خط مرتفع بيظهر عنا أكثر من 2 ملي من نسج لثوي. وهون بشو بتهمني؟ بتهمني إذا أنا بدي أعمل تطويل تيجان. مثل هيك حالات أنا ممكن أقوم بقطع لثي بتطويل تيجان لأحسن من وضع الابتسامي ولخفف من الابتسامي اللثوي. طبعا في حالات تانية بتحتاج لمعالجات أكثر تعقيد، الكان تقويمية والكان جراحية، ما رح ندخل مو موضوع حديثنا الحل الابتسامي اللثوي بالحلقة هاي. ولكن هالناحية هاي هالصورة هاي التقييم هاي بهمني لتحديد مكان توضع الحواف العنقية للوجوه الخزفي. الصورة الثالثة أيضا من الصور المهمة، وهون أنا بتحدد لي علاقة الأسنان مع النسج اللثوي، بتحدد لي التناظر بين اليمين واليسار، مناطق الزنس، ذروة التقعرات اللثوية، علاقة بين الثنايا، الثنايا لازم تكون على نفس المستوى، نفس الشيء مع الأنياب، الرباعيات لازم تكون لتحت شوي، فأنا إذا بدي أوصل من ناب للثنية للرباعي لازم يتشكل عندي مثلث، رأسه في الرباعي وقاعدته هو الضلع من الثنية حتى الناب. عند بتكون عندي الرباعي بوضع مرتفع هو وضع مسيء بشكل كبير للناحية التجميلية. وهون أيضا أنا في حال وجود عدم تناظر كان باليمين واليسار أو الاختلال بهالنسبة هاي، فممكن أيضا قوم بعملية إعادة تصنيع للثي وقطع للثي لأوصل للتناظر اللي أنا بدي إياه. طبعا هون أنا شخصت الحالة وبعد ما قمت بقياس المسافة من اللي ظاهرة من القواطع من السنترات طلعت عندي نص ميلي، وهالمسافة هاي غير تجميلية بالنسبة لأنثى. أنا المسافة لازم تكون عندي أكبر من هيك. عم اشتغل هون مثلا، نحن فينا نشتغل بشكل يدوي أو برامج بسيطة مثل باوربوينت، أو إذا في عندنا متوفر برامج الـ DSD أو تصميم الابتسامي. فهون بهالحالة هاي الحالة المثالية لازم يقوم بتطويل هالثنايا، هاد وضع الراحة rest position. أيضا هون أنا بعد ما حددت شقد أنا لازم طول باخذ النسبة، أيضا الثنية نسبة الطول للعرض اللي لازم تكون من
75 ل 80% الطول بالنسبة للعرض. بنتقل للصورة الثانية. أنا اللي أخذتها بالصورة السابقة، الطول اللي أخذته بدي طبقه، بشيل الشفاه وبطبقه على صورة الأسنان، بطبقه على الصورة الثانية اللي هي الصورة داخل فموية. فأنا هذا الطول الموجود عندي تقريبا شكل مربع، يعني هون طول الثنايا 8.3، عرضها 8، يعني الطول نفس العرض وهي نسبة غير تجميلية. الحالة المثالية اللي أنا بدي إياها اللي هي غالبا بتكون 80% بتوافق أنه أنا لازم طول الثنايا ل10 ميلي أو 10.1، بينما طولها هو 8 ميلي. فأنا شقد لازم هون أخذ؟ طبعا هون بنعتمد أنه أنا التطويل لازم يكون على حساب قطع لسي أو على حساب تطويل حد القاطع. كيف؟ حسب علاقتها مع الشفي. أنا العلاقة مع الشفي كانت ظاهر منها نص ميلي، قلنا عند الإناث أنا بدي إياها تكون ظاهر 2.5 أو 3 ميلي لحد 4 ميلي. فأنا هوني النسبة اللي بدي إياها الصحيحة بدي زيد 2.5 ميلي، أنا ممكن زيدها على حساب الحد القاطع، وبهالحالة هاي أنا ماني بحاجة لأني أقوم بأي قطع لسي. فمن هون أنا انطلقت بتصميم الابتسامة، حددت أنه أنا لازم طول الثنايا يزيده، وقررت أنه الزيادة لازم تكون على حساب الحد القاطع، فأنا هون ماني بحاجة لأي قطع لسي. هون رسمنا خط الابتسامة، فبدينا نرسم شكل الأسنان. هاي السنية، طبعا السنية الثانية المناظرة لها لازم تكون بنفس الحجم، بنفس العرض، بنفس الطول. فأنا قررت أنه طول السنية بدي أعمله 10.1، العرض بقيه على 8. هيك بصير عندي النسبة اللي رح تظهر من الثنايا هو تقريبا 2.5. فأنا هون رح زيد طول الثنايا بمقدار 1.8 ملي. هاي أنا بسجلها، أنا بكتبها على ورقة عشان انتقل لعند المخبر قل له أنا بدك تطول لي الثنايا بمقدار 1.8 أو 2 ملي، بينما على مستوى اللسي قطع لسي صفر، أنا ماني بحاجة له. وبعد ما اخو انا طول وعرض الثنايا بنتقل للرباعي والناب، طبق عليها النسبه الذهبيه. في قاعده بتقول عنا اذا كان عرض الثنيه اكس، الرباعي عرضها اكس ناقص 2، يعني العرض هون عندي 8 هون لازم يكون 6. طبعا هون عم نحكي على العرض الظاهر وليس العرض الحقيقي. الناب لازم يكون اكس ناقص 1. بالنسبه للطول، طول الثنيه نفس طول الناب، طول الرباعي اقل ب 2 ملي. بعدها بنتقل لتطبيق الأمثلة على المطبق، إما من خلال قوس وجه تقليدي بأخذ علاقة الفك العلوي مع الجمجمي وبنقله للمطبق، وبأخذ عضة للعلاقة المركزية من خلال سجل العلاقة المركزية بالمطاط، أو بشكل رقمي من خلال مطبق رقمي بدخله على برنامج الحاسوب على بعض البرامج، وباخذ سكانر لوضعيه الاطباق وهي بوضع العلاقه المركزيه وبنقل اياها للحاسوب. هلا بعد ما انا قمت بالدراسه وسجلت ايش بدي كل سن ايش قد بدي طوله، هالحاله هاي مثلا انا اخذت القرار بدي اقوم بتطويل الثنايا، الرباعيات وضع مناسب ما راح اقوم باي تعديل عليها، راح احافظ على طولها، لا الانياب بدي زيد الطول. سجلت هالقيم وبعتها للمخبر، قلت له اعمل لي الوكس اب بناء على هالقياسات اللي انا اخذ لك اياها. وهون المخبر طول السن 8، 8 وشوي صغيره طوله، انا بدي اياه 10 وشوي قلنا له، فهو قام بوضع الشمع لتطويله، وانطلاقا منه بدي باول سنيه رح يقوم بتشميع السنيه الثانيه بشكل مناظر لها. حكينا الرباعية بتكون أقصر بواحد ميلي تقريبا من الناحية العنقية، واحد ميلي من الحد القاطع، الناب بده يكونوا بنفس الطول، فهون بيقوم بالتشميع وفقا لهذه النسب. في عنا هالأداة هاي ممكن تساعدنا بعملية تطويل التيجان. هالأداة هاي عبارة عن أداة متقاطعة بشكل عمودين أفقي وعمودي، محورين، محور أفقي ومحور عمودي، متناسبة مع بعض البعض باللون. فأنا إذا عندي عرض السنية واصل هون منشوف للون الأحمر، فطولة لازم يوصل لهالمنطقة هاي. عند اللي بيكون
العرض واصل للأزرق، فالطول لازم لهون. بهالشكل هذا أنا بسهل علي عملية تصحيح نسب الأسنان. هاي الحالة بعد ما قام المخبر بعملية التشميع. طيب هون المخبر قام بالتشميع، طيب شو المرحلة اللي بعدها؟ ليش أنا شمعت؟ بعد ما نقوم بالتشميع هالوضع لازم ننقله لتم المريض، للحالة الموجودة عندنا بمادة مؤقتة بدون ما أقوم أي تحضير على الأسنان، لأفحص هالوضع هذا هل هو مناسب للمريض وبنفس الوقت لأخذ موافقة المريض عليه. أنا ممكن حطه المريض ما يعجبه، حكينا بالأخير إذا الحالة ما عجبت المريض كل شغلك راح على الفاضي. فأنا قبل ما أتعذب قبل ما أتكلف أنا باخذ هالحالة بنقلها للمريض وبحطها بتم المريض، بطبق الموك اب، باخذ موافقته وبصوره خلص. هون انا بالمستقبل عند البيع مع تعويضاتي وفقا لهالحالة هاي انا بكون اخليت مسؤوليتي. طبعا ايضا من فوائد الوكس اب اني اعمل عليه دليل التحضير، الدليل السيليكوني. انا باخذ طبعة بالمطاط الصلب بهالشكل هاد وبقوم بتقطيعه. في أعمى دليل أفقي بنسميه وفق ثلاث محاور، محور بالمنطقة العنقية، محور بالمنطقة المتوسطة من السن، وآخر بالمنطقة الحد القاطع. طيب ليش أنا أخذت ثلاثة؟ لأنه مثل ما بنعرف الوجوه الخزفية السماكات بتختلف. السماكة ما هي موحدة من منطقة خط الإنهاء حتى الحد القاطع، نبدأ بسماكة بسيطة بمنطقة خط الإنهاء ممكن 0.3 لحافظ على تحضيري ضمن الميناء، وهالسماكة بتزيد كل ما اتجهنا باتجاه الحد القاطع لتأمين ناحية تجميلية. شايفين دليل السيليكوني بفيدني بفحص سماكات كان بالمنطقة العنقية كان بغيرها، أيضا بفيدني بمنطقة الحافة القاطعة مش قد التخفيض اللي أنا بدي أحصل عليه. طيب أيضا كيف أنا لازم أعمل موك أب؟ الموك أب نفس الشيء، باخذ طبعة سيليكون بقوم بقصها على مستوى الحليمات اللثوية، بوضع فيها اكريل ذاتي التصلب داخل فموي وبطبقه بتم المريض وبتركه ليتصلب وبشيله بقوم بتجذيبه. وهيك انا بشوف الحالة مثل ما صممتها كان على الكمبيوتر او من خلال التشميع او الوكس اب. طبعا الوكس اب انا اليوم صار فينا نعمله كلياته بشكل رقمي ديجيتال، مو شرط اني انا اقوم بالوكس اب على امثله جبسيه. البرامج الحديثة يعني اللي أنا بقوم بعمل سكانر داخل فموي، ممكن على السكانر هاد قوم بالتشميع، يقوم المخبر بالتشميع بتصميم بشكل رقمي، وهالتشميع بيعطيني الكان الأبعاد أو المنظر الدهليزي أو حتى السماكات. أنا ممكن حتى أعرف شقد سماكة الوجوه اللي أنا بدي أحطها، شقد بكل منطقة أنا لازم زيد السماكة. وبنفس الوقت بعد التصميم ممكن يكون مربوط لجهاز الكاد كام ويقوم بتفريز الموك اب او التعويض المؤقت من خلال بلوكات، تجي بلوكات اكريليه ممكن يقوم بتفريزها الي، عمل ميلينج لها ويبعت لي اياها وانا بقوم بتطبيقها بتم المريض والصاقه. وهيك بنلاحظ الحاله كيف قمت بعمل الموك اب وطبقته بتم المريض لحتى افحص الحاله وشوف هل هي مناسبه او لا قبل ما ابدا باي تحضير. طيب كيف نحن بدنا نعمل الموك اب؟ كيف نقوم بتطبيقه بتم المريض؟ كثيرين من الاطباء بيتساءلوا، وخاصه انه انا راح اقوم بالتحضير والموك اب موجود على الاسنان، فبدي اياه يكون ثابت على الاسنان، ما بدي اياه انه يوقع. عند اللي انا بحطه بشكل اكريل داخل فموي ممكن الانكماش البسيط اللي بيصير على الاكريل يثبت لي اياه، لكن ما هو هالثبات الكبير، فانا عند اللي بقوم بالتحضير ممكن انه يفك، فانا كيف بحافظ على ثباته على الاسنان؟ طبعا هون هاي الدليل السيليكوني قطعناه على مستوى الحواف اللثويه، بنقوم بعمل تخريج نقطي لسطح السن، بنوضع حمض الفوسفور بمنطقة مركز السطح الدهليزي بشكل نقطي فقط، وبعدها نقوم بتطبيق البوند وتصليبه، وبعدها نقوم بوضع الإكريل داخل فموي ضمن الدليل السيليكوني. طبعا هون بدنا ننتبه لشغلة، الإكريل داخل فموي بيجي ذات المزج،
يفضل انه نحن نقوم بمزجه من خلال التيوبات اللي بتجي معه، ما قوم بافراغه على لوح زجاجي ومزج يدوي، لانه هالشيء هذا رح يؤدي لخلق فقاعات. انت رح تطبقه بالشيل بتلاقي انه مليء بالفقاعات، وهون تطبيقه بيتم. انا بدي احط الراس، بدي اول شيء بقوم بافراغ كميه بسيطه منه بكبه قبل ما اقوم بنقله لداخل الدليل السيليكوني، لانه اول كميه ممكن تكون غير ممزوجه بشكل جيد. بعدين بقوم بوضع الراس على تماس مع الدليل السيليكوني، وبنتقل من سن لسن وليس من الاعلى للاسفل، بخليه يعبي، بخليه من اسفل باتجاه الاعلى بحيث اضمن ما تتشكل اي فقاعات. بعدها بنقله لتم المريض، بقوم بستنى عليك وقت بسيط، بس بدأ يتصلب قوم بإزالة الزوائد اللي موجودة على اللسة، وبتركه لحتى ينتهي تصلبه بشكل كامل لعدة دقائق، وبشيل الدليل السيليكوني. وبهون قوم بعملية الإنهاء بشكل جيد، إذا في زوائد فوق اللسة بشيلها، بقوم بالتجذيب التلميع لأحصل على الشكل النهائي. طبعا هون في ناحية ثانية مهمة للدليل للموك أب، أنا طبقته وفق التشميع وفق الخطة اللي أنا حطيتها بتصميم الابتسامة. طيب هون في بعض الحالات أنا ممكن بيتم المريض في بعض الأمور ما تلاقيها أنه هي جيدة أو مناسبة لهالمريض، أو حتى المريض يكون في بعض النقاط مو عاجبته، فأنا هون بقوم بالتعديل على الموك أب هو بيتم المريض. ممكن قوم بتقصير شوي للأسنان، ممكن تدوير زوايا، ممكن فتح الزوايا، الفرج القاطعة، تدوير الزوايا، الأمور هاي البسيطة أنا ممكن ألعب عليها، فبقوم بالتعديلات اللي بدي إياها، وبرجع بس أنا عدلت على الموك أب برجع باخذ طبعة جديدة وببعتها للمخبر، أقول له صب لي إياها، أنت صار بدك تشتغل على هذا الأساس وليس على التشميع اللي أنت عملته بالبداية. أنا في حال قمت بالتعديل بقوم بتثبيته وحفظه من خلال طبعة وصبه وقوم بالعمل على أساسه. طيب النقطة الأخيرة رح نحكي عليها اليوم اللي رح نتوقف عندها. البعض بيسأل طيب أنا طبقت الموك أب كيف بدي أحضر عليه؟ معقولي هو موجود الإكريل، أشو أنا بدي أحضر بالإكريل لا بدي أحضر الأسنان؟ طبعا أنت بدك تحضر الأسنان، ولكن أنت بدك تستفيد من الإكريل، كيف؟ التحضير حكينا بالمحاضرات السابقة بهمني تأمين فراغ للترميم اللي أنا بدي أحطه. أنا بهمني من التحضير أمين فراغ لسماكة كافية تتناسب مع نوع المرمم اللي أنا بدي أحطه. طيب أنا الموك أب أحيانا بحطه بيكون عندي السن مائل باتجاه البلتل، هالسن هذا أنا بدي أعدل من مكانه من توضعه، بدي برزه باتجاه الفيشل باتجاه الشفوي. طيب هون أنا في عندي فراغ كافي، أنا ماني مضطر حضر من السن، فأنا السماكي كلياتها رح تكون وين؟ ضمن الموك أب. عند أنا بدي حضر على الموك أب سماكتي كلها ضمن الموك أب، هون أنا ما اضطريت حضر من السن، فهون بهالحالة هاي أنا وفرت نسج سنية، أبقيت أنا ضمنت أنه كلياتها تحضيري ضمن الميناء. فالصور هاي بتوضح لنا هاي الأسنان والموك أب موجود عليها، بيجي بجيب السنابل اللي كمان حكينا عنها اللي هي سنابل تحديد العمق. السنابل هاي قلنا بتجي بثلاث قياسات، ممكن تجي 0.3 0.5 0.7، قوم بعمل خطوط أفقية على السن، بعدين بجيب قلم رصاص، طبعا ممكن جفف الأسنان بشكل بسيط بسبري الهواء، وبقوم بوضع خطوط بقلم الرصاص. أيضا وين بحط كمان علامات؟ على الحافة القاطعة. أنا شقد بدي بالحافة القاطعة؟ 1.5 ميلي، بقوم بالتخفيض 2 ميلي، بقوم بالتخفيض على الموك أب. قمت بالتحضير بهالسنابل، حطيت العلامات، هلق بشيل الموك أب، هلق بجيب ممكن بنازع تيجان، ممكن بأي طريقة بتحبها، في نوازع خاصة بشيله. بعد ما شلته هاد شكل الأسنان، فأنا هون حضرت عمق نفرض 0.5 ميلي، جيت لهون بعد ما شلته قد يكون في بعض المناطق العمق 1 دوزين أو على سطح السن، فهون أنا بحضر على أساس هالعلامات الموجودة عندي. برجع بجيب السمبلي، سمبلة التحضير، وبقوم بالتحضير لحتاني شيل هالعلامات بشكل كامل. هون أنا بوقي،
هلا مثل هاي الحالة بنشوف انه الحد القاطع انا بعد ما شلت الموك اب بلاحظ انه تقريبا ما رح خفض شيء من الحد القاطع، هو مخفض بحد ذاته كمية بسيطة جدا. فهون انا ما اضطريت لاني اخذ كمية كبيرة وبقيت ضمن طبقة المينا. نفس الشيء هون بعد ما قمت بالتحضير بشكل كامل، هلا انا ممكن اطبق دليل التحضير لحتى افحص التحضير بشكل نهائي. وهون انا استفدت من انه اخذت اقل كميه ممكنه من النسوج السنيه. بعض الحالات عند اللي بيكون ما في علامات على السن، انا ما وصلت للنسوج السنيه، تحضيري كله كان بالموك اب، بهالحاله هاي انا بقوم فقط بعمليه شطب بسيطه لسطح السن لاتخلص من الطبقه المينائيه السطحيه اللي هي طبقه قاسيه جدا اللي ممكن تكون مقاومه للتخريج، وبصنع خطوط الانهاء فقط بتحديد الحواف الجانبية للتحضير، وما بقوم بأي تحضير بأي عمق ضمن سطح السن. وبالنتيجة عند اللي أنا بشتغل على هالأساس بوصل للنتيجة اللي بدي إياها، مثل الحالة اللي بدينا فيها بنلاحظ كيف كانت وكيف صارت. فدائما الشغل وفق هالمراحل بيضمن لي النتائج، وأنا بكوني عم بشتغل والنتيجة النهائية بذهني وأنا عرفان حالي لوين بدي أوصل. والله يعطيكم العافية، واليوم رح نتوقف عند هذا الحد.